صور صور التمرمط على انفهم ب 13 جنيه. قول لي يا باشا سعادتك النسوان قاعده في الشارع من الساعه 2 بالليل. صور صورك على حالك وعلى الزحمه والتجار اللي بتاخدها بتباعها ب 55 جنيه. صورها قول للناس دي تتمرمط عشان انفهم ب 13 جنيه. صورها ووريها وروني الستات اللي متبهدله في الشارع. قول له تعالى اتفرج على الستات. توزع للناس اللي ما عندهاش جواز. قول له تعالى اتفرج على الستات اللي بتطول وتتبهدل في الكلام والشنبات. الحبايب وحبايب الحبايب بتاخد الباونات واحنا بنطلع مقتولين ولا في البلد. يا عم يا راجل. 50 ابوبه وواحد تاني طلع نقدي واخد 300 ابوبه وهنا السيرب عدد نقدي اللي يعرفوا بيدينه اللي ما بيعرفوش بيدينه بس والناس بقى الناس كل واحد دايما ما خدش على بيت بيدي للتجار بس بيدي للتجار بس بيدي للتجار بيقول لك الابوبه 25 جنيه وال 30 30 جنيه القصه لسه ما خلصتش على فكره القصه لسه موجوده هو كله اهم حاجه عنده الفلوس اهم حاجه عنده الفلوس انا بعرف واحد بيقول اللي هو عايزه ده حبيبي ده ابن عمي ده ابن يودي القلابين في البيت ويباع بالسوق السوداء واحنا هنا مش عارفين لا ده في كلام كده مش عارفين